الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، نحن اليوم راح نقوم بتجربة طريقة تلقيح ملكات العذارة في خلية بحاجز ملكي، والملكة الأم للخلية موجودة فيها. هذه الطريقة لأخونا العزيز النحال المبدع المهندس زيد العلياني أبو جابر من سلطنة عمان، جزاه الله خير. هذه من أفكاره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ولجميع الأخوة النحالين المبدعين في العالم العربي. راح ننزل الخلية، حط حاجز الملكات، خليها شرح هنا كويس. الحين حطينا حاجز الملكات، رتب حاجز الملكات زين. لا مش مضبوط. اوكي كويس. طبعا الخلية ربما يكون فيها ذكور، ربما يكون فيها شوف البرواز اللي فيه الملكة، حطها في الخلف. راح نطلع البرواز اللي فيه الملكة ونحطها في الخلف أول شيء، وبعدين راح ننفض ننزل البراويز هنا. راح ننفض البراويز في المنطقة الخالية ما بين الحاجزين، بحيث لو في ذكور ما نحجز الذكور داخل الخلية، ذكور تبقى مع الملكة العذراء الجديدة. شوف ما شاء الله. هذه العذراء الجميلة راح حطها بالقفص. صور صور، حطها هنا، حطها هنا. هذه بنتنا العذراء الجميلة ما شاء الله تبارك الله، اللي رايح إن شاء الله نلقحها عندنا بالمنحل على طريقة أبو جابر. طبعا اعذروني، ما ربما التصوير مش واضح. جميلة جدا ما شاء الله. رجع حطها في قفص كورة هنا كويس. احنا الحين قاعدين نفتش على الملكة السريع حاليا ما شاء الله. حبيت الكرام، راح ننفض البرواز الاول ما بين الحاجز الملكي، يعني قسم الخلية لقسمين بالحاجز الملكي، بحيث ان لو في ذكور ما ترجع للجهة هذه وتحجز عن السروح او الخروج. ايوه رجع برا وزيارة. هلم جرى ما شاء الله. هات قماش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الحين نحن شوف شو سوينا، حطينا الحاجز الملكي هذا تشوفونه، وغطينا الملكة. الملكة موجودة في هذا الجزء القديم الأم، والحاجز الملكي والبراويز من هنا، وهذه الملكة العذراء الجديدة راح ننزلها على النحل، تعرف عليها النحل. طبعا حضانة مفتوحة وحضانة حضانتين خلينا قدام أساس نسحب النحل الحاضن إلى الأمام. كويس، هتشوفون الحمد لله تمت العملية ولله الحمد. راح نعطيها يومين، وبعد يومين نشوف قبول النحل لها، نفرج عنها ونتركها راح تتلقح بإذن الله وترجع وتفرش البيض. بعد ما تفرش البيض نقدر نشيل، بعد ما تملأ برواز أو بروازين بيض راح نقدر نشيل البراويز هذه كاملة مع الملكة بنحلها، ونترك الخلية الأم ترجع إلى قوتها الطبيعية وإلى مكانها. هذه الفكرة، وتقبل تحياتي حبيبتي الكرام، وشكرا لك يا أخي العزيز أبو جابر، دائما مبدع ومميز. وفقك الله، والله يوفق جميع النحالين العرب لكل ما فيه خير وصالح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.